عقلته من وراء كل فساد وإفساد وتخريب. أسأل الله تعالى كما من علينا برفع حالة الطوارئ أن يمن علينا بإزالة هذه الأجهزة الأمنية المخابراتية. أرادوا أن يلعبوا على وتر الطائفية، خابوا وخسروا، فشلوا. أرادوا أن يلعبوا على وتر الإمارة السلفية، فشلوا وخابوا. أين السلفيون؟ أين السلفيون؟ هذه بنياس، هذه بنياس بأكملها، أين الإرهابيون؟ هل الشهيد حاتم حنا هو سلفي؟ أو الطائفة المسيحية؟ الجرأة، كل الجرأة أن يسموا ويصفوا أولئك الشبيحة بالإرهابيين. والله إن القوة هي في هذا الشعب العزل الذي اتحد ورفع راية الحرية، يريد الحرية بأي ثمن كانت. حرية 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 حرية. فارس وحمص ودمشق ودرعا والقامشلي وحلب كلهم سوريون. الشعب السوري واحد 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 واحد. الشعب السوري واحد 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 واحد. الشعب السوري واحد 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 واحد. الشعب السوري واحد. مطالبنا في بنياس هي مطالب حمص ومطالب دمشق ومطالب درعا. المطالب واحدة، القلوب واحدة، النداءات واحدة. الشعب يريد إسقاط النظام. 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 وحدة وطنية لا نتخلى عنها. الوحدة الوطنية، الحرية، الكرامة، الكرامة أيا كان طريقها.